والله يشوف معناها فما عدم وضوح تام، معناها مش عارفين الى اين نسير حتى في 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 مستقبل الهيئة. شفنا كون الهيئة وقع الاستغناء عنها من الدستور، كانت في الدستور، قلنا بون معليش ربما حتى في دول اخرى مش موجوده في الدستور، لكن تو هذا بالاستيلاء على بعض صلاحياتها من هيئه الانتخابات، السكوت على شنو مصير الهيئه، اين القانون الذي ينظم السمع البصري الذي طال الانتظار، احنا في بما يخص قانون ينظم الحقل السمع البصري وينظم مشمولات الهيئه الى غير ذلك. دونك فما عدم وضوح، ضبابيه كامله. دونك هذاك علاش احنا نتساءل الى اين نذهب. هذه اشكاليه كبيره ومطروحه. وش قالت انا نو انا وصلت السن القانوني وتجاوزت لحال اعتقاد، وعندي توا مدة طويلة وأنا نطالب من سلطة تنفيذية يعني معناها يشوفوا يعني كيفاش أنا ماذا بي نمشي للتقاعد نتاعي. أنا وصلت عديت السن القانونية وهذا مش معقول، زاد يواصل توا تقريبا أنا 10 سنوات راه، أور هو المرسوم يقول لك 6 سنوات. دونك هذه اللي نطالبوا به، شوفوا دونك على الأقل باش تتوضح الرؤية.